السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة اشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. منتخب مصر الأولمبي هارد لك، ومبروك للمنتخب المغربي التتويج بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 23 سنة اللي مؤهلة لأولمبياد باريس. المنتخبين والثالث معاهم المنتخب المالي، يعني خلاص تأهلوا إلى أولمبياد باريس. غينيا لسه في كلام مع ملحق آسيا، لكن زي ما قلت لحضراتكم منتخب مصر لعب مباراة أكثر من ممتازة، لعب أكثر من 105 دقيقة وهو ناقص عددي 10 لاعبين. كنت في فيديو سابق كلمت وأشدت بميكالي ولعيبة المنتخب المصري وحارس المرمى حمزة علاء، رغم إن الهدف الثاني، الهدف الأول طبعًا خط الدفاع الزملكاوي زي ما بعض الزملكاويه بيقولوا، يعني كانوا بيتباهوا اليومين اللي فاتوا اجمد خط الدفاع ما لقيتش فيهم مش عارف ايه، وكانوا بيتكلموا عن خط الظهر يقول لك احمد عيد وحاتم سكر وما اعرفش مين، والنهايه وفي النهايه مونيا مرمانا بهدفين. حمزه علاء كان نجم اللقاء، اخطا في الهدف الثاني، كان سبب كره مرت من تحت ايده، لكن انقذ مرمى منتخب مصر في اكثر من مره خلال المباراة، وهو اللي قدر بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ثم حمزة علاء واللاعب انه يقدر يوصل لمنتخب مصر للوقت الاضافي نص ساعة على شوطين. لكن زي ما اشدت بمكالي زي ما قلت حضراتكم برضو التغيير اللي عملها، كنا بنتكلم عن ان محمود جهاد وان اللاعب ابراهيم عادل من افضل اللعيبة، ابراهيم عادل تحديدا يعني من اللعيبة اللي بتمسك كورة، لكن انت غيرت لي، طلعت اسامه فيصل وطلعت ابراهيم عادل اللي عامل لك توازن ومسيطر على الكوره وواقف على الكوره عشان يوصل، وقدر يوصلك بالفعل. يعني تحس ان ابراهيم عادل كان بيلعب الخط، بيلعب مع المنتخب المغربي، احنا نص الملعب كانوا بيرجع ويامن الناحيه الدفاعيه، الكوره بتتلعب لابراهيم عادل يقف على، انت في اخر ربع ساعه بقى دي انت بوظت الدنيا، طلعت ابراهيم عادل رحت منزل لي مش عارف مين ادويرو ولعبت مش عارف ايه، لا بقى عندك لا شكل هجومي، مفيش اي منظر هجومي خالص. يعني احنا لو 10 كنا بنضغط كنا بنوصل، وقلت حضراتكم كان في تسديده في الشوط الثاني لمحمود جهاد اتلعبت حلو قوي، جمله حلوه من ابراهيم عادل وفيصل وراحت لمحمود جهاد وسدد بشكل جيد. يعني انت النهارده طلعت محمود جهاد، ضيعت طلعت فيصل وطلعت ابراهيم عادل، فيصل بالنسبه لي مش مشكله، لكن او طلع فيصل نزل ابوير، لكن ابقي على ابراهيم عادل اللي عامل لك نوع من انواع، انت طلعته خلاص بقى كله ضرب ضرب هجوم عليك، ما شفناش اي شكل هجومي لمنتخب مصر. لكن على كل الاحوال ما حدش فينا كان مقتنع بالمنتخب الاولمبي وهو رايح المغرب، لكن طلعوا واثبتوا انهم رجاله وتاهلوا للاولمبيات للمره، منتخب مصر بيتاهل للاولمبيات للمره الثانيه على التوالي لاول مره في تاريخه، بعد ما تاهلنا لاولمبيات ريو دي جانيرو المره اللي فاتت في النسخه الماضيه، النسخه القادمه هتكون في باريس. كل التوفيق باذن رب العالمين للبلد، لكن تحس ان فوجي لجع كده نازل يقول لك ده رايا مصريين، هو انتوا ما مرجوش غيرنا ولا ايه؟ يعني هي الامور لو هي طبيعيه، لو الامور ماشيه بشكل طب، ربنا سبحانه كاتب هذا السيناريو، يعني كاتب هذا الشكل يعني سبحانه وتعالى ليه حكمه يعني، لكن لو الامور بشكل طبيعي ما اعتقدش ان النتيجه ممكن، لكن في كل الاحوال مبروك للمنتخب المغربي. لكن فوزي الاضجع كانه زي ما لسان جرايه مصريين، وانتم ما ركوش غيرنا ولا ايه يا مصريين؟ يعني في بطوله امم افريقيا اللي كانت في الكاميرون منتخب مصر بيفوز على المنتخب المغربي في اخر مواجهه بين الانديه المغربيه والانديه المصريه، النادي الاهلي مكحول الوداد في وجود فوزي الاضجع، وفوزي الاضجع ما كانش عاجبه وعمل مشكله مع محمود عبد المنعم كهربا وقتها، والنهارده نازل وكده تحس انه نفس ريشه واخيرا شم نفسه ونزل مع مدرب المنتخب المغربي. مبروك للمنتخب المغربي. يعني لا، لقطه طرد محمود صابر كانت لقطه فارقه في المباراه، والحكم كان ادى انذار وخلاص للاعب، لكن حكم اللي كان موجود على الفار هيثم قيراط هو نفس الحكم اللي لم يستدعي مملكة سيما في مباراة، اعتقد كان
كانش بملاك تسي، كان ما كانش بملاك تسي، بملاك تسي كان في مباراة تانية، كان الحكم الليبي معتز الشلماني لم يستدعي هيثم كراف عشان يشوف لعبه يحيى عطيه الله اللي مسكها بالايد، وكان في اتنين لعيبه من النادي الاهلي مواجهين للمحسن الشحات، وكان بيرسيتا وهو هو يعني رفض هنا يستدعي الفار عشان يطرد لاعب بتاع الوداد، وهنا ما استناش طلب. لكن هي انا وجهه نظري انها اقرب للطرد، رغم ان اللاعب رجله مش مفروده قوي يعني وحاول على الكره، لكن هي جايه في قصبه الرجل اقرب للطرد يعني. بالنسبه لنادي الزمالك ومباراه فيوتشر، وبرضه هنا رساله لبعض الناس اللي بيشاغبوا معانا على بقى، يقول لك انت قلت مش عارف محمد شيحه، محمد شبانه بدل محمد شيحه، اللي تابع مباراه الزمالك وفيوتشر يشوف المعلق، المعلق ده بصراحه يخلي الواحد يزهق، لكن هنتعامل بمنطق الزملكاويه يعني. لكن اقول لك المعلق طوال المباراه، الناس اللي وقفتني على الواحد طول يعني، الهدف الاولاني اللي جابه ناصر ماهر هو علقت معاه، ناصر منسي سجل الهدف وشاط، ناصر منسي استلم وعدل وزاوي، غلط محمد صبحي من تسديده ناصر منسي، ان ناصر منسي بيلعب في نادي الزمالك، وكمان هنا انا عذره وده طبيعي لما يكون عندك اثنين ناس، ناصر منسي وناصر ماهر، ناصر منسي قريبه محمد شي ومحمد شاء قريبه، بتحصل بتحصل في كل، على الرغم ان هو بقى عنده مجموع والناس ممكن تقول له وتعمل له وبتاع ويتصلح يعني، لكن يا جماعه يا خليكوا يعني كويسين وحلوين كده والعبوا والعب ما ونلعب مع بعض يعني. مش بس كده الكلام عن المعلق بقى، بعيدا عن هذا الهزار، المعلق تحس ان هو بقى بطريقه الزملكاويه لما كانوا بيعلقوا على الكواليني والايمن الكاشف، وانت ايمن الكاشف وكواليني بيجعر ويقول وكان الاهلي بيلعب نادي من بلد ثانيه ومش نادي مصري، حكم النهارده عمال يتكلم، ويا زيزو وعندك انذار وخد بالك يا زيزو ياخد انذار، والزمالك واخد بالك من هجمات فيوتشر، وكانه فيوتشر من دوله تانية، مش كده ولا ايه نظامكم بالظبط؟ مش كده ولا ايه؟ على راي عمنا فؤاد المهندس اللي واخد الافيه بتاعه الاخ الخبيث يعني، بيقول شويه مش كده ولا ايه؟ فاكرين كلمتين ونص بتاع عمنا فؤاد المهندس مش كده ولا ايه؟ عمرو اديب بيسال سؤال لوزاره الشباب والرياضه وبيقول سالتهم ومش جاء وما جانيش اي رد منهم، محدش رد عليا. ليه الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه تطعن على حكم عزل مرتضى منصور على الرغم من الدوله اللي طلعت قرار بعد بتنفيذ حكم المحكمه عزل مرتضى منصور؟ انت ايه مصلحتك انك كوزير او كوزاره ها تطعن على حكم عزل مرتضى منصور على الرغم ان هذا العزل لم ينفذ، هو على الورق بس، لكن مرتضى منصور موجود وبيدير وبيعمل اجتماعات وي 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 كلام. سؤال هل الوزير هيجاوب؟ لا، قال لك محدش رضي يجاوب علينا في هذا الامر. النادي الاهلي بيخبط الزمالك على عينه وتاني وتالت وعاشر، بيكشف تضليل نادي الزمالك لجماهيره زي ما طلعه انس اسامه وهو ماسك القلم وبيمضي وقال لك وقع لنادي الزمالك، وفي النهايه انس اسامه، الناس دي يا جدعان ما بتتعلمش ولا الجمهور بيتعلم. طلع انس اسامه وقال لك وقع لنادي الزمالك، وفي النهايه انس اسامه راح فين؟ الاتحاد السكندري. خالد غندور طلع يعاير انس اسامه، طب انت رحت انس اسامه الاتحاد السكندري، لا خدت بطوله ولا خد زي زيك، ما خدش، طب ما هو كان قاعد ما كانش ياخد حاجه برضه يعني، ايه بقى ايه الميزه اللي عندك عشان تعايره يعني بالافضليه اللي عندك يعني. تاني واحد سيف فاروق جعفر جابوا وعملوا فيديو بتاعه تعالى سيف ومضى، واللي عايز يشوف توقيع سيف والعقد اوريه لك، ومش عارف ايه بقى تعالى اوريه لك، والحوارات اللي حضراتكم. ادي التاني. التالت بقى كان عندهم لاعبه الطائره، لاعبه برازيليه اسمها ميلكا، ميلكا طلعوا قالوا انها جددت عقدها مع نادي الزمالك. النهارده النادي الاهلي بيخبط القضيه، بيعلن التعاقد مع اللاعبه البرازيليه ميليكا لاعبه نادي الزمالك اللي منتهي عقدها مع نادي الزمالك، وكان ليها ولا زالت ليها مستحقات. لما عرفوا انها وقعت للنادي الاهلي قالوا لها تعالى هديكم مستحقاتك، خلاص خلاص حقك علينا، اي 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 هو مش عارف ايه، وازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي. لكن النادي الاهلي خبط ميليكا، هتلاقي واحد برضه يفكر كده على غرار الناس اللي عليها عطلان، اه خدتوا جوزتي لاعب النادي الاهلي، خدتوا اللاعب مش عارف مين بتاع ولتر هوج لاعب النادي الاهلي، خدتوا امام عاشور لاعب مش عارف ايه، طبعا ضد امام عاشور،
خدتوا اللاعب بتاع النادي الزمالك ما تعرفوش تعملوا حاجه خالص من غير نادي الزمالك، على الرغم ان مليكه ديت اللي بتلعب فرقه الطايره بتاعت نادي الزمالك السنه اللي فاتت، نادي الزمالك خد من النادي الاهلي ثلاث اللي هي مريم متولي وبنت هناء حمزه، مريم مصطفى واللاعبه العسقلاني اسمها ايه العسقلاني، وفي لاعبه كمان اربع لاعبات من النادي الاهلي، واحد بقى خدت مليكه مننا انت يا ابني واخد اربعه تاخد اربعه، طب خدته مش عارف ايه من انت واخد 90 لاعب قبل كده مني، لكن اي حاجه يسيعوا بيها. طب وانت لما انا اخد منك لعيبه وانت ما انتش قادر يبقى انت فشلت اداريا، لا الفاشل هو اللي بينجح. حلوه الجديده دي، الفاشل هو اللي بينجح بغض نظره، انت بتنجح يا فاشل يا فاشل، انت عندكم حد بينجح؟ لا يا فاشلين يا فاشل. ننجح في عقد صفقات، ننجح في بطولات، فاحنا اللي فاشلين. ويطلع بلاص يقول لك مفيش وجه للمقارنه ما بين رئيس النادي ده ورئيس النادي ده، وتعالوا خدوا اقضوا فتره معايشه هنا علشان تنجحوا. يعني نادي الاهلي ومارسيل كولر قرر منح لعيبه النادي الاهلي راحه سلبيه من التدريبات غدا او اليوم، خلاص الاحد والاثنين، يومي الاحد والاثنين، على ان يعود نادي الاهلي للتدريبات يوم الثلاث للتدريبات الجماعيه استعدادا لمباراه الزمالك. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.